ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. خرجنا الشارع باش نسولوا الناس واش اللغة الفرنسية في المغرب بقى كتوكل الخبز. إلا بغيتوا تعرفوا واش بقى كتوكل الخبز أجيو معنا. وتعلم ديال الأشياء خير من جهلها. كمغربي الاستثمار في اللغة الأم هي الأولى، اللغة العربية، لا في البرامج الإذاعية لا في الأفلام المدبلجة بالدارجة لا في أي حاجة. اللغة الأم هي الأصل، من بعد حنا فهمتيني كطرف ديال الاستعمار الفرنسي اللغة الفرنسية خلفها لنا المستعمر. اللغة اللي هي عالمية عندها الدور ديالها، ولكن حاليا اللغة الأولى عالميا هي اللغة الإنجليزية. وما غاديش نقارنوا راسنا حنا بالعالم، حيت حنا مازال بعاد بزاف على العالم. إلا شفنا في المدارس ديالنا التعليمية غتلقاو إنسان بكالوريا أو حاصل على البكالوريا ولا يجيد الحديث لا باللغة العربية، وما يمكنش يركب ليك تجوج ديال دو فراز بلا لونغ فرونسيز ما يركبهاش. دونك بلا ما نغطيو الشمس بالغربال، حاليا في المغرب دابا لا محال ما تاكلش بها الخبز والو، ما تاكلش بها الطرف ديال الخبز. والناس دابا ولات كتمشي للشينوا، كتمشي لفرنسا، كتمشي للانجليز، يعني ما خصهاش تهضر بالونجلي. لونجلي اللي خدامه دابا، الفرونسي راه واحد النسبه ديال 30% اللي باقا واكل عاد لي سونتر دابيل ولا حدا طنجه. حدا طنجه تفوت طنجه، طنجه ما تاكلش. الا كنتي غدير تجاره ولا شي حاجه ما تاكلش، بخصوص التجاره الالكترونيه بقات خدامه كاع الفرونسي، كلشي بلونجلي دابا. دابا يعني الانجليزيه دابا هي اللي خدامه لونجلي دابا، والناس وصلت للشينويه وصلت للالمانيه الهنديه غاده حدا. انا الفرونسي بقات شي واكله صافي صافي صافي. باي باي فرونسي، باي باي. اخويا دابا لا غير اللغه العربيه واللغه الفرنسيه مات لهم الحوت والو. دابا ولات الصبليونيه ولات تقريبا لونجلي هما اللي واكلين صافي صافي. الفرونسي مات لها الحوت لا والو، ولا هاد السعادي ما بقى عنده شي اهميه ولا شي حاجه، لان الاختراعات رجعوا لهاد الصفات هادو بجوج، فالونجلي ولا الاسباني هما اللي ولاو دابا واكلين في هاد السعادي، لان الوقت ما كتبقاش. كانت الفرنسيه هي اللي كانت عندنا هي الاولى، ولكن مع التالي راه صافي مشات، مات لها الحوت. مات لها الحوت بكل تواضع. بكل تواضع. اش غتوكل لك؟ ما غتوكل لك والو هاد الساعه والو. لا خبز لا باريزيان، لا خبز لا باريزيان لا تيبان. وشناهي اللغه اللي دابا كتوكل الخبز؟ انجليزيه، اسبانيا، ايطاليا، بحال هاد اللغات. هادو هما اللي كيوكلوا الخبز. الصين بحال هاد اللغات. هادو راه كيوكلوا بيتزا وشاورما وكلشي. ودابا اللغه الفرنسيه ما بقات تساويها والو. لا لا ما ساويها والو. والو كاع. والله ما ساويها شي حاجه في هادشي. ما تشربك واقيلا حتى كاس الماء. ما تشرب لك حتى كاس الماء وكاس الحليب. بكل تواضع. بكل تواضع. لا ما بقاتش تشرب حتى كاس الماء. ما بقاتش تشرب حتى كاس الماء. شناهي اللغه دابا اللي كتوكل الخبز؟ لونجلي. كلشي لونج. دابا كلشي لونجلي دابا. انا دابا يلا بديت كنقرا لونجلي. بديتي كتقرا اللغه الانجليزيه. تبارك الله. والفرنسي؟ لا والو. صافي باي باي. الفرنسي ما عاد ما دير لك والو والو. الا مشيتي مثلا شي خمسه دول بحال هكا بعدا تقدر تواصل مع الناس بلونجلي. حدا طنجه، حدا طنجه الفرنسي. تفوت طنجه تلف. حيت مشيتي مثلا كندا، مشيتي شي بلاصه تقدر تدوي بلونجلي، تحاور مع الناس، تقدر توصل لهم شي معلومات. فرنسي والو. فرنسي والو.